استاذن حضرتك نروح لمنصه التتويج دلوقتي يا كابتن بعد اذنك. اتفضل. عايزين اسم الرتبه ده، اسم الرتبه. مره تانيه نرجع لحضراتكم وتسليم جوائز الاحتفاليه النهارده في الصاله المغطاه بالنادي الاهلي بعد اللقاء الاستعراضي اللي شفناه الازرق مع الاحمر، واستمتعنا ب 13 جون، 7 جوال للازرق و6 جوال للفريق الاحمر، نجوم النادي الاهلي اللي كانوا موجودين هنقولهم مره ثانيه كده مع الكابتن سمير محمود عثمان والكابتن شريف صلاح الدين حكامنا الدوليين. كان موجود النهارده من نجوم النادي الاهلي الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد عماره، كابتن اسلام الشاطر، هنقول بقى تباعا كده محمد يوسف، هشام حنفي، اسلام الشاطر، امير عبد الحميد، شادي محمد، خالد بيبو، عادل مصطفى، احمد فوزي، احمد بلال، طارق سليمان، شريف عبد الفضيل، وليد صلاح الدين، ياسر ريان، معتز بالله اينو، حسين شكري، احمد صديق، زكريا ناصف. نتمنى ان احنا ما ننساش حد من اللعيبه اللي شاركوا النهارده. كابتن محمود الخطيب هيكرم اللعيبه اللي شاركت في المهرجان الاستعراضي في مباراه اليوم، وايضا طاقم التحكيم اللي قلت لحضراتكم كابتن سمير عثمان والكابتن شريف صلاح الدين حكامنا الدوليين السابقين اللي متعونا النهارده برضو زي اللعيبه. موجود اللواء أركان حرب خالد شكري رئيس جهاز الرياضة العسكري نيابة عن السيد وزير الدفاع مع الكابتن محمود الخطيب، والاتنين هيبدأوا يكرموا النجوم اللي قدامنا. ادي الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن زكريا ناصف زملاء الملاعب مع الكابتن بيبو رئيس النادي الأهلي، ومداعبة كده بين الكابتن زكريا ناصف والكابتن شريف عبد المنعم اللي قادوا الفرقتين النهارده، كابتن حسين شكري، كابتن ياسر ريان، كابتن هشام حنفي، كابتن عادل مصطفى، كابتن احمد صديق، كابتن طارق سليمان، كابتن معتز بالله اينو، كابتن احمد السيد، كابتن احمد بلال. قدامنا بقى اهو على الكادر كابتن اسامه حسني، كابتن احمد فوزي، كابتن خالد بيبو، كابتن شريف عبد الفضيل، كلهم كباتن كبار، كابتن شادي محمد، كابتن امير عبد الحميد، كابتن اسلام الشاطر، كابتن محمد يوسف، والكابتن محمد عمارة. متعتونا النهاردة ومتعتوا الجماهير اللي موجودة في الصالة المغطاة، وأكيد جماهير النادي الأهلي اللي موجودة قدام الشاشة بتتابع النجوم القدامى اللي يعني بيرتبطوا بيهم وجدانيا على الفترات الزمنية، سواء اللي تابعوهم في الملعب أو اللي عرفوا تاريخهم من السوشيال ميديا والتاريخ الكبير للقلعة الحمراء. آدي الكابتن محمود الخطيب واللواء أركان حرب خالد شكري رئيس جهاز الرياضة العسكري اللي متواجد النهاردة في احتفالات النادي الأهلي، كابتن شريف عبد المنعم اللي بيرفع الكاس، الفريق اللي فاز النهاردة بسبع تجوان على الأحمر. وقلت لحضراتكم كل اللعيبة متعونا اللي كانوا بيسجلوا سواء هنا أو هنا. وادي الكابتن شريف عبد المنعم ترافولتا الكرة المصرية مع زمايله بقى هشام حنفي واسلام الشاطر وياسر ريان وامير عبد الحميد وحسين شكري، خالد بيبو، الفرقه اللي فازت النهارده. وبنقول للاحمر بقياده بلال ووليد صلاح واحمد السيد معتز اينو اللي عملوا مباراه كبيره مع زكريا ناصف ومحمد عماره، استمتعنا بحضراتكم النهارده في المباراه اللي كنا بنتابعها على مدار اكتر من 40 دقيقه، 20 دقيقة كل شوط غير الوقت اللي زوده الكابتن سمير محمود عثمان، وشفنا الاجوان اللي سجلها احمد بلال واسامه حسني وخالد بيبو واسلام الشاطر وشادي محمد اللي رجعونا تاني للذاكرة التهديفية لكل الاجيال اللي كانت موجودة. استمتعنا النهاردة ونتمنى ان حضراتكم تكونوا قضيتوا وقت مع المباراة الاستعراضية وقت ممتع. هنروح دلوقتي للكابتن ايمن شوقي نجم مصر والنادي الاهلي
في الاستوديو التحليلي ونجومه الكبار عشان يكلمونا عن اليوم الجميل اللي احتفل بيه الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره. إلى اللقاء، تحياتي محمد عفيفي.